شكرا سيد النائب المحترم. بغيت بداية نذكر بأنه هاد العملية هذه ديال العبور يعني تنقوم بها تبعا للتوجيهات السامية وتتحظى بالاهتمام ديال سيدنا الله ينصرو، وتتعمل الوزارة داخل اللجنة الوطنية المخصصة لعملية مرحبا، ولا سيما باش نيسروا العملية ديال العبور. فيما يخص عمل الوزارة تنركزوا على جوج ديال الحوايج. أولا تنركزوا على جودة الخدمات منها أثمنة التذاكر. هنا بغيت نذكر أن المغرب تعتمد المنافسة في مجال هذه الخدمات، وتتسهل الوزارة على لا تتجاوز المستوى ديال الأثمنة المستوى المعقول لتنتج عن ارتفاع الطلب خلال هذه الفترة. وثانيا تنعملوا على توفير طاقة استيعابية مهمة للنقل البحري. بالمناسبة ففي النقل الجوي يتم تعبئة أكثر من 4000 رحلة دولية أسبوعية، وعلى سبيل المثال يعرفوا مطار طنجة بن بطوطة برمجت ما يفوق 450 رحلة عوض 300 رحلة أسبوعية. وفيما يخص النقل البحري تتفوق هذه الطاقة 500 ألف مسافر في الأسبوع في اتجاه واحد. وشكرا.